ندعم الدعم القطاع الزراعي والتوسع فيه بزراعة بالذات محصول القمح كأمن غذائي للمحافظة، والذي سوف يتم توفير بإذن الله في هذا الموسم كمية من البذور سوف يتم توزيعها على المزارعين النموذجيين كي تشجيعا وتوسعا في زراعة القمح. نحن كميزانية تشغيلية لا توجد لدينا في المحافظة أبدا ميزانية تشغيلية، تدخلت بعض المنظمات وكان تدخل لا بأس به من بعض المنظمات والصناديق، صندوق الاجتماعي للتنمية، صندوق الأشغال، دخلت بعض الأعمال في حمايات وقنوات وفي دفاعات، ولكنها ليس ما هو مطلوب كاحتياج، يعني نعود حاجات إلى بسيطة الاحتياج. يعني. هل لا كنتم بأس مثلا نعود إلى الاحتياج. بمناشدة المنظمات طبعا الدولية المعروفة لدعم الزراعة؟ كيف؟ يعني هناك المنظمة العربية للتنمية دائما تدعم مثل هذه المشروعات، هل من تقارير رفعت إليها؟ هل من مطالبة مثلا لدعم معين؟ احنا سبق وان بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة تم تحديد الاحتياج، احتياج طارئ واحتياج تنموي. الاحتياج الطارئ تمثل في توفير البذور المحسنة، توفير الأسمدة العضوية، عمل الحملات البيطرية لمعالجة الأمراض المنتشرة في الأغنام، عمل تدخلات في النحل، في تطوير وأساليب حديثة وتقنية في النحل، أيضا كتطوير شبكات الري والري يعني بالطرق الحديثة، كذا البيوت المحمية. قدم هذا الاحتياج الطارئ وقدم الاحتياج التنموي، ولازلنا نتابع مع الجهات المختصة ونتمنى أن نحصل على شيء.